جبت لك عريس، حتة عريس لقطة والله. ومين بقى اللي عينك مأذونة إن شاء الله؟ كل مرة تدخلي نفسك في اللي مالكيش فيه، مش عارفة بتجيبي لنفسك التهزيق ليه؟ كذا مرة أقولك أنا مش عايزة أتجوز، لازم تدوري لي على عريس، شغل التخلف ده أنا بحبهوش. والله يا دبش بس قلبها أبيض، وإحنا علينا بقى إن إحنا نستحمل. تل تفاحة؟ هي قلبها طيب؟ طب على فكرة بقى في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما تسأل أي الناس أفضل؟ فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، وده مخموم القلب. فدي بقى الصفات اللي بتحلى بها الشخص اللي قلبه طيب. وبس كده، في رعاية الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.